السلام عليكم أيها الحرفيين، أيها المشاهدين، أيها الشباب. اليوم غندير لكم واحد الدرس ديال فايفيان. هاد فايفيان اللي غادي ندير لكم النوبة الأولى، غندير لكم فايفيان سابل اللي كيدار في الديور عاديا، بيوت نعاس في كلوارات في هذا، ولكن غنولي نعاود لكم واحد آخر في نفس الوقت طريقة مختلفة على هذا الأولى. هاد الأولى راني داير لها لانستالاسيون، دابا غادي نوريكم. هذا الديور يا الديور عادي، هذا فازونوتر، هاهما جوج جوج الخيوط، هاهما في دي فازونوتر جايبهم بجوج، النوار هو الفاز والزرق هو النوتر. هادو دوز انتربتور ديال الفايبيان، جوج طفافي هاهما، هادي ديال الفايبيان فيها تروا بورن، وهادي ديال الفايبيان فيها تروا بورن. لونطري كندخلو بالفاز في الوسطانية ديال الانتربتور، وكنخرجوا بجوج ديال لي سورتي، سورتي هادي وسورتي هادي، وكنمشيو لعند لا دوزيام انتربتور في نفس الوقت، كندخلو في البور الاول والبور الثاني، ميليو كنخليوه لمن بنيو كديو لعند البولا. هادي ريغليت ليت، راني ما لقيتش البولا ولكن خدمت لكم هاد ريغليت ليت بحال هنا. خرج لها هنا، خرج لنا الفاز، ها هو الفاز خرج لهنا ديريكتومون من لي زانتربتور بجوج. والنوتر انا برونشيتو ديريكتومون من هنا وجبتو لعند البولا ليد. دابا غندير لكم تيست وغادي تشوفوا. انا نطلق لها الضو، انا دابا طلقت الضو، انا غادي نشعل غنشوف. بسم الله، هي شعلت. انا طفات، انا طفيت، انا شعلت. هذه هي الطريقه ديال الفايب، يعني كما كتشوفوها الاولى كتطفي، الثانيه كتشعل. انا وليت غنشعل من هذه دابا الاولى اللي طفيت، انا طفيت من هذه، انا شعلت منه. هذا المونتاج الاول، هذا سامبل، هذا الفايبيا اللي كيديروه الصناعيه العاديه. دابا غادي ندير لكم ان اوتر ميثود في هاد فايبيان، ولكن الطريقه شويه كومبليكي. هاد لا دوزيام ميثود اللي غادي ندير لكم دابا ماشي هي هادي اللي كنا خدامين. دابا غنزولو هاد الفاز من هنا، احنا زولناه ها هو خرج. وهاد النوتر هذا غادي نزولوه من هنا من البولا، احنا زولناه. دابا غنديرو النوتر انستالاسيون طريقة اخرى. شنو هي هاد الانستالاسيون؟ يا نخدمو بالفاز والنوتر في لي زانتربتور بجوج، نخدمو فاز ونوتر في نفس الانتربتور. عقلو معايا على هادشي اللي كنقول لكم. هذا الفاز هو غادي يدخل هنا، هاد الفاز، هذا راه فاز، نحسبوه فاز، هاو ندخلو معاه فاز هنا نص الطريق، هاهو ها الفاز دخل. النوتر غنديروه عاوتاني في لوتر بورن، هاهو ديال الانتربتور. هانتوما كتقولو غادي راه دابا علاش ركبت انا الفاز والنوتر في لي زانتربتور بجوج؟ هاهو راك فيهم بجوج. غادي نطلق الضو وتشوفو بعينيكم وغتخدم لوبيراسيون بحال اللي كانت، غير هادي فاش امتياز فيها فاش كيمكن لي يزيد البريز. عندي هنا فازو نوتر وعندي هنا فازو نوتر، هما دايزين نفس الحالة. هنا يمكن لي نجر نمشي نعطي بريز لهنا لهاد الجهة هادي، يمكن لي نركب بريز هنا ويمكن لي نركب بريز هنا. أي بلاصة بغيت نركب بريز راه عندي حق، ماشي بحال قبيلة عندي غير فلونطري صورتي ميمكنليش نركب فيها البريز. دابا حنا ركبنا هداك الجهات. دابا الثانية دوزيام ميثود هي هادي، ميثود هي هادي اللي باش غادي تركب هادي. غادي نزيد هادي هاد انتربتور الوسط، انا نشوف شي طريف الخيط وتشوفو بعينيكم. هادا دابا لانستالاسيون الثانية ماشي الأولى، لانستالاسيون طريقة أخرى. هانت تابعو مزيان لهادشي اللي راني كندير. ها
الفازونه ترام ديزينا ديريكتومو كاين شي حاجه زايده ولا فوسلي زانتريبت. غادي ناخذ هنا خط في الاول هنا خط خيط اولا خرج لي من هنا ديتو لعند البوله، والخيط الثاني غادي ناخذو من هنا من الوسط عاوتاني ديال الاخرى ونديه لعند البوله نفس الحاله، يعني ماشي بديك الطريقه اللي كنا غادي بها قبيله، دابا طريقه اخرى. ها هي كما تشوفوا تشوفوا العمليه، ملي كنهضر معكم كنعرف اش كنقول ماشي غير كنخدم. هادي راه الصناعه، لان الانسان ما خصوش يبقى خدام غير في الصناعه القديمه ولا شي حاجه، خصو يخدم عقلو. انا شحال من الناس دابا كيقول لك انا خصني بريز هنا ولا هنا ولا هنا، واخا عندهم الفايبيان وكيشوفها تيقول انا ما عنديش كي ندير لك الفايبيان بريز مع لي فايبيان. الوغ هادي الطريقه باش نكون يخدم لي فايبيان مره اخرى ويدير الفايبيان في نفس الوقت وبريز في نفس الوقت يخدم كيبغى. انا غادي نطلق الضو غتيستو عاوتاني، انتم تاكدوا معايا. دابا انا طلقت الضو داز، ها انت ها هي الانتربتور شعلت، ها هي غطفى، ها انت ها انت هانتوما شوفوا راه ماشي راه كنكذب عليكم ولا شي حاجه، ها كلشي قدام عينيكم. ها هانت هذا دابا راه طفيتها، هنا يمكن لي نشعلها، يمكن عاوتاني نولي نشعلها من هنا فهمتي، عاوتاني نطفيها من هنا. هذا راه كيتسمى الفايبيا بطريقه اخرى وفيه الفاز والنوت. هانتوما انا غادي نعاودكم لي سي كي درت لهذا الشيء. اول مره كندخل باش فاز والنوت، انا دخلت هذا النوت هو ازرق، ها هو غادي من الطفايه للطفايه في هذا البور هذا بجنب، وهذا وهذا الاخر الفاز هو دايز من هذا النتر هو الاول دوز ها الفاز عاوتاني دايز ما بين لي زانتريبتور بجوج. الميليو اللي كان كنا كندخلو به بالفاز في الفايفير في الاول كيولي هو الصورتي ديال البوله. علاش كيولي صورتي؟ لان هاد الانتريبتور هادي فيها دو بارتي، فيها بارتي اوفير وروبو وبارتي فيرمي وروبو. فهمو شنو كنقصد؟ ملي كنكون بحال دابا درت لا درت درت طلقت الضو بحال هكا راه داز لي كونتاك غير لهاد الشيء، هادي راه ما دازلهاش كونتاك. علاش ما كيوقعش كول سيركوي؟ هذا هو على الحال. ونفس الحاله هنا عاوتاني ملي كنخدم هاد الجهه هادي ملي كنطفي من هنا ما كيبقاليش الضو دايز لا هنا ولا هنا. او تنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وتستافدوا، لان الفايبيا راه ماشي شي حاجه صعيبه، ولكن كاين الناس اللي كيخدموه غير بطريقه عاديه، ولكن دابا انا كنوريكم بطريقه اخرى. هاد الطريقة كتستغلو فيها البريز، اللي بغا يدير بريز في دارو ولا شي حاجة ميبقاش يقلب على يقول لا مكيمكنش البريز ولا هدا، كاين البريز أي جهة بغيت تركبو في الفايبيان. وما تنساوناش من لي لايك ومن لي زابوني، و تنتمناو تستافدو ودعمونا الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.